احنا بكل تجمعاتنا مو بس هذا نهدف الى توعيه للرياضه، توعيه لركوب الدراجه الهوائيه او اي رياضه ثانيه، خصوصا عارفين هذا الجو الحار او غيره. احنا نريد نوصل رساله للمجتمع انه ممارسه الرياضه تبعدك عن المشاكل، تطور واقعك الصحي، تطور واقعك البدني، تبعدك عن هواي امور المفروض ما نصير لها، خصوصا انك كشباب وتلحق بينا بركب المجتمعات المتقدمه الثانيه. احنا بالنسبه لنا كفريق احنا نتكون من اكثر من فئه، تعرفين بالدراجات الهوائيه اكو دراجات فئه جبليه، اكو دراجات فئه الرود او الطريق او السباقات. احنا مجموعه اكثر من مجموعه، الدعوه هي للكل وليس لفريق معين. بالفعاليات الخاصه مثل السباقات وغيره طبعا يصير تخصص، لكن هاي التجمعات هي توعويه قلت لك وكانه شلون دعوه للمجتمع ككل ركوب الدراجه بغض النظر عن نوعها واسمها ولونها او سعرها أو هي لكل الرياضيين. والله احنا مجموعه كنا من البصره، يعني شبابنا كنا من البصره، يعني هاي الرياضة من أجمل الرياضات طبعاً، وهي حالياً فاقدينها بالبصرة. وأنا يعني بدل ما هالدراجات وازدحامات وأذية للبعض السواق، أنا أفضل هاي الدراجة الهوائية كلش حلوة، مشي كلش حلو، وما شاء الله صار عندنا شركات للبيع مالتهن، فأفضل يعني وأتمنى من الشباب بيني يمارسون هاي الهواية. وطبعاً أنا بصراحة أشكر المحافظ على هذا يعني. متنفس اللي سوانا اياه طبعا، يعني بصراحه كنا محرومين من هذا الشيء. وانا اشكركم، وطبعا دائما قناه المربى السباقه بهاي الامور. ممكن نعرف اللوازم اللي تستخدمونها بهذا السباق؟ والله احنا دائما الدراج وكل رياضي وبالنسبه للدراجات بصوره خاصه اهم شيء اللوازم اللي نستخدمها هي تتعلق بالسلامه. زين يعني لازم يعني نلبس خوذة الراس اهم شيء، الكفوف، المناظر عن الهواء والاتربه هاي يمشي نلبسه. لازم نحافظ على الابتعاد عن السيارات والشارع وترانجيت، هذا الرياض الطبيعي. ملابس الدراجات اللي تصير يعني الوانها دائما زاهية حتى اللي يجينا بالسياره يشوفنا من بعيد شلون بارزين يصير بالشارع. يعني زي موحد؟ عندنا زي موحد، عندنا هذا زي الموحد الخاص بنا بالبصره. احنا دائما يعني كل اسبوع نسوي تجمعين بالبصره. دائما نحب يعني نروي نفسنا بالشارع حتى الناس تعرف اهل البصره، خاصه يعرفون ان اكو رياضه بالبصره. الاطفال تتجه لنا، الشباب تبتعد عن الحالات السيئه اللي دائما صاحب التجمعات بالشارع. زين نعكس صوره حضاريه بالبصره. احنا شباب تقريبا تجمع دراجات جبليه مو سباق الرود، تجمع يعني كل جمعه كل ماراثون كل هذا. ونشكر الدعوه اللي دعونا اياها، وظفت شيء دعنا المؤسسة السلام. شنو الرسالة اللي تحبون توصلها؟ رسالة يا جماعة، لأن الرياضة فشي حلو، لا للمخدرات طبعا.